كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي سنكمل حركة الكسرة، سنكمل حركة الكسرة، وقلت لكم جهزوا كتبكم صفحة 50 و51 للتقطيع، أليس كذلك؟ هل جهزتم الكلمات للتقطيع؟ أنتم رائعين. اليوم أحبتي سنكمل إذن حركة الكسرة. قبل أن نبدأ، من يعطينا كلمات فيها كسرة؟ من يعطينا كلمات فيها حركة الكسرة؟ هيا أريد سماعكم. أحسنتم، يوجد لدينا كلمة فراس، فراس. وأيضا ماذا عندنا كلمات فيها كسرة يا أول؟ رائعين، عندنا سباق، عندنا سباق. وأيضا من يعطيني كلمات فيها كسرة يا أول؟ هيا. أحسنتم، بناية، بناية، كلمة بناية. وأيضا من يعطينا؟ أحسنتم، كلمة رسالة، رسالة، أين الكسرة؟ أحسنتم، على الراء، ري ري. وأنا جهزت لكم كلمات مثل قطة، قطة. وعندنا رجال، رجال. وعندنا ضفدع، ضفدع. وعندنا فارس، 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 فارس. وعندي شرب، 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 شرب. وعندي أغسل، أغسل، سي، سي. الآن لو قلت لكم سنضع دائرة على الحرف الذي فيه كسرة، على الحرف الذي فيه كسرة في كلمة قطة، أين الكسرة؟ أحسنتم، إنها في البداية، والحرف ق ق قي قي مع الكسرة يصبح قي. سنضع عليه دائرة. في كلمة سباق، أين الكسرة؟ أحسنتم، في البداية والحرف س وعليه كسرة يصبح، أحسنتم، سي سي. عندي رجال، رجال، أحسنتم، حرف الراء سنضع عليه دائرة. وعندي بناية، بناية، إنها الباء. ضفدع، ضفدع، الضاد، ضي، ضي. عندي فارس، فارس، أين الكسرة؟ أحسنتم، في المنتصف سنضع عليها دائرة. فراس، في، فراس، والكسرة في البداية. شرب، شرب، أين الكسرة؟ أحسنتم، في الوسط سنضع عليها دائرة، وحرف الري، ري. عندنا رسالة، رسالة، أين الكسرة؟ أحسنتم، في البداية على حرف الراء، ري، ري. عندي كلمة أغسل، أغسل، أين الكسرة؟ أحسنتم، في المنتصف على حرف السين، سي، أغسل، سي. ها هي حركتنا التي تحدثنا بها الحصة الماضية. اليوم أحبتي سنقوم بتقطيع كلمات الكتاب أنا وأنت، صفحة 50 و51، 50 و51. أتمنى أن تكونوا قد جهزتم الكتاب للتقطيع، وهيا معي جهزوا كتبكم وأقلامكم لنقطع سوية. وها قد جهزت صفحة واحد، عفوا، صفحة 50 من أجرد حركة الكسرة على السبورة. وعندي أول ما طلبه مني أن أنطق الحروف التالية، أن أنطق الحروف التالية، ونلاحظ حركة الكسرة، صوت الكسر. هيا معي، مي، 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 دوركم، أحسنتم، مي. عندي سي، سي،
عندي في 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 دوره كام؟ رائعين. مي سي في. سنكتب أنا وأنت أسفل كل حرف الشكل الثاني له، الشكل الثاني له، وهو مي مي. والآن سي سي. وعندي في في. وعندنا في في. مي سي في. مي سي في. دوركم. أحسنتم. أما في السؤال الثاني قال أردد الكلمات وأنتبه إلى صوت الكسرة. أردد الكلمات وأنتبه إلى صوت الكسرة. هيا معا. تا مي تا مي رو تامر تامر. أين الحرف المكسور؟ أحسنتم. إنه في المنتصف وهو م وعليه كسرة. ماذا يصبح؟ مي مي. تا مي تا مي رو تامر. تعالوا نقطع الكلمة. عندي تا تا. مقطع طويل أم قصير؟ أحسنتم، طويل. سينزل سوية في البيت الأول. تا. عندي هنا مي مي. من الحركات، والحركات مقاطع قصيرة، والحركات قوية أم ضعيفة؟ قوية. من الحركة الضعيفة؟ أحسنتم، السكون. السكون هي الحركة الضعيفة، ولكن الكسرة حركة قوية. هل تنزل لوحدها؟ نعم تنزل. أحسنتم. سنكتبها في البيت الثاني. تا مي تا مي. وعندي بقي رو. رو هي قوية أم ضعيفة؟ قوية، لأن عليها حركة، ستنزل لوحدها. إذن تا مي رو تامر. تا مي رو تامر. دوركم الآن. أحسنتم، مرة أخرى. رائعين. إذا تا مي رو تامر. تا مي رو تامر. نأتي إلى الكلمة الثانية، سنرددها وننتبه إلى الكسرة. أغ سي لو. أغ سي لو. أين الكسرة؟ أحسنتم، في المنتصف على حرف، أحسنتم، حرف السين. سي سي. أغ سي لو. تعالوا نقطع الكلمة. عندي أ أ. عليها فتحة قوية، لكن انظروا الغين غ. عليها ماذا؟ أحسنتم، سكون. السكون ضعيفة، تنزل مع من؟ مع الذي قبلها. إذا ستنزل مع الأ. أغ أغ. مقطع ساكن. أغ ستنزل معا في نفس البيت. عندي سي سي. عندي سي. هي قوية أم ضعيفة؟ قوية، ستنزل لوحدها. لاحظوا كيف كتبتها، لم أكتبها مع الإيد التي سبقتها، فالإيد التي سبقتها للغين ستنزل مع يدها ومن بعدها، هكذا. سي سي. أغ سي. أغ سي. بقي عندنا ماذا؟ لو لو. هي قوية أم ضعيفة؟ أحسنتم، قوية. ستنزل إلى في البيت الأخير. ستنزل في البيت الأخير. أغ سي لو. أغ سي لو. أغسلوا أغسلوا. هيا الآن دوركم. أحسنتم، أغ سي لو. أغسلوا. دوركم مرة أخرى. رائعين. إذا عندنا تا مي رو تامر. تا مي رو تامر. وعندنا أغ سي لو أغسلوا. أغ سي لو أغسلوا.
في الكلمة الأخيرة تعالوا نرددها ونلاحظ أين الكسرة. أو ح في ظو. أو ح في ظو. أين الكسرة؟ أحسنتم، في المنتصف. في المنتصف على أي حرف؟ أنتم رائعين. ف وكسرة في. في أو ح في ظو. تعالوا نقطعها. عندي أو. عندي أو عليها حركة، والحركات قوية. الحركات قوية. الحركة الوحيدة الضعيفة هي السكون. عندي حركة الضمة وهي قوية، وبعدها مقطع طويل. هل ستنزل لوحدها؟ نعم ستنزل، لأنها ليس بعدها سكون فهي قوية. أو عندي هنا ح. مقطع طويل أم قصير؟ أحسنتم، طويل، سينزل في نفس البيت. أو ح. أو ح. عندي هنا في. في عليها كسرة. عليها كسرة. قوية أم ضعيفة؟ أحسنتم، قوية، ستنزل لوحدها. والحرف الأخير عليه حركة، حركة الضمة. هو قوي أم ضعيف؟ قوي، أحسنتم، سينزل لوحده. أحافظوا. 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 هيا معي. أحافظوا. أحافظوا. دوركم. رائعين. إذا أحافظوا. 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 كلماتنا كانت تامر. 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 وعندي أغسل. 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 وعندي أحافظ. 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 هذه كلماتنا. في السؤال الثالث يقول لنا أضع دائرة حول الحرف المكسور. أضع دائرة على الحرف المكسور وأنطقه. وأنطقه. حرفي هذا عليه كسرة؟ نعم عليه، سنضع عليه دائرة. سنضع عليه دائرة. كيف صوته يا أول؟ أحسنتم، مي. مي. الشين هل عليه كسرة؟ لا، ليس عليه كسرة. ما هذه الحركة؟ أحسنتم، إنها سكون. من يقولها لنا؟ من ينطق هذا الحرف لنا؟ أحسنتم، إنه ش. إنه ش. هل نضع عليه دائرة؟ لن نضع عليه دائرة. عندي س. هل عليها كسرة؟ أحسنتم، عليها كسرة، سنضع عليها دائرة. من ينطقها لنا؟ أحسنتم، إنها سي. سي. عندي هنا مم. عليها كسرة؟ لا، ليس عليها كسرة. ما هذه الحركة؟ أحسنتم، إنها فتحة. كيف صوتها؟ رائعين. ما. ما. هل نضع عليها دائرة؟ لا، لن نضع دائرة. عندي هذا الحرف فاء. هل عليه كسرة؟ نعم عليه كسرة، أحسنتم، سنضع عليه دائرة. كيف صوته يا أول؟ رائعين. في. 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 عندي هنا رر. هل عليها كسرة؟ لا، ليس عليها كسرة، لم نأخذ هذه الحركة بعد. عندي هنا ي. عليها كسرة؟ نعم عليها، صوتها ي. ي. صوتها ي، سنضع عليها دائرة. عندي ب. عندي ب. هل عليها كسرة؟ لا، عليها ضمة، ولم نأخذها بعد، سنضع عليها إكس. في السؤال الذي بعده يقول لي أضع دائرة على الكلمة التي تحتوي حرفا مكسور. التي تحتوي حرفا مكسور. ونريد أيضا أن نقطعها. نريد أيضا أن نقطعها. كلمة أغسلو. أغسلو. هل فيها كسرة؟
نعم أحسنتم، سنضع عليها دائرة. هيا معا لنقطعها. عندي أغسلو، أغ مقطع ساكن، أحسنتم، سينزل في نفس البيت، سينزل في نفس البيت. عندي سي، أغسي، السين عليها ماذا؟ أحسنتم، عليها كسرة، ستنزل لوحدها لأنها قوية، وأيضا سنكتبها هكذا دون اليد التي تسبقها لأنها للغين. عندي لو، لو، أحسنتم، ستنزل لوحدها فهي قوية ولم نكتبها مع اليد التي تسبقها. أغ سي لو، أغ سي لو، أغسل. عندنا ثاني كلمة أس ما أو، أس ما أو، هل سمعتم فيها إي؟ لا، لا يوجد فيها كسرة، إذا لن نضع دائرة، لن نضع دائرة، هيا نقطعها. أس، لاحظوا عندي أ، عليها فتحة وبعدها، أحسنتم، حرفا ساكن، سينزل معا. أس، أس. عندي بعدها ما، ما، مقطع طويل، سينزلان معا. أس ما، أس ما، أو، أو، سنضعها في البيت الأخير فهي قوية عليها حركة. أس ما أو، أسماء، أسماء، أسماء. عندي هنا كلمة أو، حافظوا، أو، حافظوا، فيها كسرة؟ أحسنتم، فيها في المنتصف على حرف الفاء، في، سنضع عليها دائرة. والآن تعالوا نقطعها. عندي أو، أو، هل بعدها حرف ساكن؟ لا، إذا ستنزل لوحدها، ستنزل لوحدها. عندي حا، عندي حا، مقطع طويل، أحسنتم، سينزل معا. أو حا، بعدها عندي في، في، أحسنتم، قوي، سينزل لوحده في. وعندي ذو، ذو، أحسنتم، أيضا قوي وسينزل لوحده. إذن أحافظوا، 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 أحافظوا. عندي الكلمة التالية هي كتب، 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 هل فيها كسرة؟ لا يوجد فيها كسرة، لن نضع دائرة، أحسنتم، تعالوا نقطعها. كو، بعدها كسكون؟ ليس بعدها سكون، إذا ستنزل لوحدها، ستنزل لوحدها. تو، تو، بعدها سكون؟ لا، إذا ستنزل لوحدها. عندي بو، بو، ستنزل أيضا لوحدها، رائعين، لأن عليها ضمة. كو، تو، بو، كتب، كو، تو، بو، كتب. إذا الكلمة الأخيرة عندي رسالة، تو، رسالة، تو، فيها كسرة؟ أحسنتم، في البداية، إذا سنضع عليها دائرة، سنضع عليها دائرة. تعالوا نقطعها. عندي ري، هل بعدها سكون؟ لا، إذا ستنزل لوحدها. بعدها عندي سا، مقطع طويل، أحسنتم، ستنزل لوحدها. ري سا، ري سا. بعدها عندي لا، لا، ري سا لا، ستنزل، عفوا، يوجد بيت آخر، ري سا لا، ستنزل لوحدها لأنها قوية، ري سا لا. وبقي عندي تو، تو، ستنزل لوحدها لأنها قوية، ري سا لا، تو،
رسالة رسالة رسالة. هذه كانت كلماتنا. إذا أغسل أغسل دوركم. رائعين. أسماء أسماء دوركم. أحسنتم. وعندنا أحافظ أحافظ. هيا دوركم. رائعين. وعندنا كتب كتب. هيا دوركم. أبطال. وعندي رسالة رسالة. دوركم الآن. أحسنتم أحسنتم. الآن تعالوا معي لنبدأ بحل صفحة 51. صفحة 51. عندنا الآن هذه الكلمات، جهزتها لكم على السبورة في سؤال 5 صفحة 51. هنا يقول لي في السؤال الخامس أرسم الكسرة على الحرف الملون. أرسم الكسرة على الحرف الملون. بناية بناية. الكسرة ستكون على حرف الباء. سأكتبها في الأعلى أم في الأسفل؟ أحسنتم، أسفل الحرف. ب ب ب ن ي ت بناية. تعالوا نقطعها. عندي ب ب وبعدها هل يوجد حرف ساكن؟ لا. إذا ستنزل لوحدها. ب عندنا ن ن مقطع طويل. أحسنتم، ستنزل معا. وعندي يا يا قوية، ستنزل لوحدها. وعندي تو أيضا قوية وستنزل لوحدها. إذا بناية تو بناية بناية تو بناية. هيا الآن عندي فارس. الحرف الملون هو أحسنتم الراء، وسنضع عليه كسرة. هل نضعها في الأعلى أم في الأسفل؟ أحسنتم، في الأسفل. فارس فارس. تعالوا نقطعها. عندنا مقطع طويل سينزل معا. أحسنتم. فا فا. عندي ري، هل بعدها حرف ساكن؟ لا. إذا ستنزل لوحدها. فاري. بعدها عندي سو، عليها ضمة وهي قوية، ستنزل لوحدها. فاري سو فارس. فاري سو فارس. عندي كلمة سباق. سباق سباق. الحرف الملون ماذا؟ أحسنتم، السين. سنضع عليه كسرة. أين نضعها؟ أحسنتم، في الأسفل. سباق سباق. تعالوا نقطعها. عندي سي، أحسنتم، قوية وستنزل لوحدها لأنه لا يوجد بعدها حرف ساكن. عندي با با، مقطع طويل. رائعين، سينزل معا. سي با. وعندي قو قو. أحسنتم، قوي، سينزل لوحده. سي سي باق سباق. سي باق سباق. إذن كلماتنا بناية 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 بناية. وعندنا فارس 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 فارس. وعندنا سباق 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 سباق. في السؤال السادس يقول أحلل الكلمات إلى مقاطعها. أحلل الكلمات إلى مقاطعها.
عندي أول كلمة، حاولي قراءتها حروفها أخذناها. تعالوا نحاول قراءتها. ي م يم ش يمش إي يمشي يمشي. كلمة يمشي، أنتم أبطال. إذا عندنا أول كلمة يمشي، تعالوا نقطعها. عندي ي حرف متحرك بالفتحة قوي، بعدها أحسنتم حرف ساكن سينزلان معا. يم يم. وعندي شي شي، ستنزل معا مقطع طويل. أحسنتم. إذا يم شي يمشي يم شي يمشي. تعالوا للكلمة الثانية، حاولوا قراءتها. ي س يس ر يسر إي يسري. أحسنتم، هذه الكلمة يسري. عندي لتقطيعها ي عليها فتحة بعدها، أحسنتم، حرف ساكن سينزلان معا. يس. وعندي ري ري، أحسنتم، مقطع طويل سينزلان معا. يس ري يسري يس ري يسري. عندنا هنا كلمة الثالثة، حاولوا قراءتها. تعالوا. ش ري شري ش ري شري. ب شريبة ش ري ب شريبة. كلمة شريبة، أنتم أبطال. تعالوا لنقطعها. ش قوية وستنزل لوحدها لأنها ليس بعدها حرف ساكن. بعدها عندي ري وعليها كسرة وهي قوية، ستنزل أيضا لوحدها. ش ري. تنتهي بباء عليها فتحة قوية، إذا تنزل لوحدها. ش ري ب شربة ش ري ب شربة. أنتم أبطال. بقي لدينا سؤال التركيب، تعالوا معي. وها هو سؤالنا السابع، أركب من المقاطع كلمات ثم أقرأها ثم أقرأها. عندي مقطع ي، حاولوا قراءته. ي يب يب، مقطع يب. أحسنتم، سنكتبه على السطر. يب يب. وعندي ما هذا المقطع؟ أحسنتم، ري ري، سنكتبه هنا. يب ري يب ري. ما هذه الكلمة؟ أحسنتم، يبري يبري. كلمة يبري. عندي هنا يس يس، مقطع يس. أحسنتم، يس. يس. وعندي أحسنتم ري، سنكتبه بجانبه ممسك به. يس ري يس ري. ما هذه الكلمة؟ رائعين جدا، يسري يسري. إذا يبري يسري يبري يسري. يب ري يبري يب ري يبري. يس ري يسري يس ري يسري. ويقول لي أخيرا في الصندوق أقرأ التالي. ش، حاولوا قراءتها معي. ش ري شري. ب شري ب. ش ري شري. ب شري ب. را مي را مي رامي. شرب رامي شرب رامي. الجملة شرب رامي، هيا معي. ش ري شري. ب
شرب. را مي را مي رامي شرب رامي شرب رامي. بهذا أحبتي نكون قد انتهينا من حل أسئلة الكتاب في اللغة العربية، وكما تعودتم هذه الصفحة واجب عليكم، صفحة 52 لحركة الكسرة واجب عليكم، أرفقوها لي على المنصة إن شاء الله تعالى. دمتم بخير وعافية، إلى اللقاء.